الآن لنتحدث قليلا عن الماضي، لن نفصل الأمور كثيرا بل سنركز على بعض النقاط. التقى أديسانيا وبيريرا مرتين في مسابقات الكيك بوكسينج، وأنصحكم بمشاهدة النزالين ليسهل عليكم فهم الأمور أصدقائي. القتال الأول فاز أليكس بقرار الحكام، لكن بالنسبة لي كان من المفروض فوز أديسانيا. القتال كان متقارب في الجولتين الأولتين والثالثة رسميا لإيزي، لكن تحكيم القتال مما رأيت كان مبني على الثانية ولمن تمنحها وكذلك على أي أساس. فأنا الأولى كانت لبيريرا لأنه كان يرمي اللكمات الشرسة وتقدمه كان كذلك حتى مع فوليوم أديسانيا المحود. الثانية قد تعطيها لبيريرا اعتمادا على ضرباته الدقيقة الشرسة، لكن أنا أعطيتها لإيزي كونه كان المقاتل النشط والأكثر تقدما وضغطا وأكثر شراسة بهذه الجولة. الثالثة كانت توتال دومينيشن لإيزي، هيمنة مطلقة بالضغط العالي والفوليوم المحول. نهاية القتال الأول الذي يعتبره البعض أو تعتبر نتيجته محيرة عند البعض هو كان سبب خسارة أديسانيا بالنزال الثاني حسب رأيي، حيث إذا أتينا لنزال نجد الجولة الأولى أديسانيا دخل بضغط عليه ليبين أنه المقاتل الأفضل وكونه استحق الفوز سابقا. نتيجة لهذا كان دفاع أديسانيا مفتوح لدرجة أن كل لكمات بواتان كانت تصيب هدفها تقريبا على قلتها مقارنة بفوليوم إيزي، يعني لما تأتي من المستقبل ترى أن كل شيء كان مهيئ لفوز بواتان بالضربة القاضية، خاصة أن الخطافة اليسارية أو كومبو يمينية مستقيمة خطافة يسارية كان يصيب هدفه مرارا. الجولة الثانية أديسانيا عاد لتركيزه وطغى بضغطه وفوليومه على بيريرا لدرجة أنه كاد ينهيه لولا أن الجولة في أواخرها وتحمل الأخير. الجولة الأخيرة بيريرا يدخل بشراسة ويصبح في وجه أديسانيا غير تارك له مجال لتفادي اللكمات حتى تأتي النهاية الخيالية والضربة القاضية التي أطاحت بأديسانيا لأول مرة في تاريخه والوحيدة. بعد هذا القتال أديسانيا غادر وبدأ مسيرته بالأمامي، بينما أكمل بيريرا تاريخه الحافل بالكيك بوكسينج ليصبح أول مقاتل بمنظمة غلوري يحمل لقبين. والآن يعودان ليلتقيا برياضة مختلفة تماما، ومنها نوضح بعض الأمور قد تكون في صالح بيريرا. أو الذين يقولون أن خبرة إيزي أكبر في هذا الفن عن بيريرا أوافقكم الرأي، لكن دائما كانت خبرة إيزي أكبر من بيريرا عند مواجهتهم. قتالهم الأول بيريرا كان في بدايته مقارنة بإيزي حينها، أما النقطة الثانية فالقتال الثاني كان قد أخذه بيريرا قبل أسبوع فقط، يعني تحضيره للقتال لا يحسب حتى ضد خصم مثل أديسانيا، ومع ذلك الإنهاء كان خرافي. بالجولة الأولى لن نقوم بالإطالة لأنها لم تحتوي على الكثير، صحيح كانت من نصيب أديسانيا. المهم بداية بيريرا بركلة طائرة فلاي كيك، وهي لأجل أمرين، أولا قياس مدى القتال The Fighting Range، والأمر الثاني مباغتة أديسانيا، طبعا ذلك أمر معتاد. تبادل الركلات كالعادة لطلب رد فعل الخصم، وسويتش كيك رائع هنا من أديسانيا، كذلك واحد اثنين رائعة من أديسانيا باغت بيريرا وشدت انتباه. لكن نأتي للأمر المهم بالجولة، هذه تعتبر أخطر لقطة لأديسانيا بكامل النزال، مستقيمة يمينية باغت بيريرا ثم إخفاء الخطافة اليسارية بفينت أبركات أيمن كما نرى هنا في اللقطات، ذلك دليل على ذكاء وتمكن أديسانيا. كانت قادرة تنهي اللقاء لولا قوة المقاومة لدى البرازيلي، لأنه قانونيا لازم المقاتل يرجع لوحده لزاويته وإلا سيعتبر أنه غير قادر على إنهاء اللقاء وينتهي النزال بالضربة القاضية التقنية. كذلك الخطافة كانت بعد الجرس بالنسبة لي سبب لمباغتة بيريرا، لأن المستقيمة لم تؤثر عليه كما اليسارية. نأتي للجولة الثانية، هنا العديد اعتقد أن الأمر سيكون مثل قتال وايت تاكر الأول، وأن إيزي سيكمل ما بدأه نهاية الجولة الأولى، وبدأ مباشرة بضغطه المعروف برميه عدة ضربات متتالية سريعة مباغتة كما نرى، لكن حدث عكس ذلك. يسارية بيريرا هنا نلاحظ رد فعل إيزي على عكس بيريرا، دليل على القوة التي يخرج هذا الأخير. كذلك تجنب أديسانيا وميله نحو يمينه يعني يسار خصمه، وتذكروا هذه الحركة جيدا، وشكر خاص للأخ مشاري ستجدون حسابه على تويتر بالوصف لإلقائه الضوء على هذه النقطة، بحيث سنعود إليها بالجولة الأخيرة. أيضا هنا لما تحشر أديسانيا بالسياج كما نرى بهذه الوضعية يمكنك الوصول إليه، وذلك بالحد من حركة رجليه، تقريبا لا أحد غير بيريرا وغاسلوم قتله هنا وأصابه أيضا. والحقيقة أن كنت أنتظر فوسطة في قتاله السابق لأنه معتاد على ضغط خصومه بوضعيات مماثلة، لكن حدث عكس ذلك، وكذلك الكثير يخاف من كوندر إيزي ومنه بيريرا كان الخصم المناسب دائما للبطل السابق.
التحام، والحقيقة هنا كان تاني أفضل لقطة لأديسانيا مع أنها لم تؤثر على بيريرا حسب رأيي، حيث استغل انفتاح دفاع بيريرا. كذلك هنا محاولة إيزي إسقاط بيريرا، ولكن الأخير كان حجمه أكبر ووزنه ثقيل ليلة القتال مقارنة بإيزي، وهذه على ما أعتقد كان مخطط له كوسيلة للدفاع ضد الإسقاط إن حاول البطل السابق ذلك، علما أن إيزي كيك بوكسر وكذلك مصارعته ليست بتلك الجودة واعتماده عليها دائما كان دفاعيا ليس هجوميا. هنا 1-2 جيدة من أديسانيا، وكما قلت لكم لاحظوا ردة فعل بيريرا مع ردة فعل إيزي لما يأكل ضرب. هنا لما إيزي أكل الخطافة اليسارية ذا اللافت هوك دليل على الاختلاف الكبير في حجم القوة المولدة من الطرفين. نرى هنا تقريبا نفس كومبو الكيك بالجولة الأولى، ركلة يمينية سفلى ثم يصعد الأعلى بيسارته مباشرة لرأس إيزي، وهنا إسقاط اعتمد بيريرا في تحقيقه تقريبا على قوته الجسدية في آخر لحظات، وذلك لتثبيت فوزه بهذه الجولة وتفوقه عند الحكام. والحقيقة فجأني، وحيث كنت متيقنا من كون البطل السابق سينتهج ذلك، لكن بيريرا كنت أظن أنه سيبقي كل شيء على الواقف معتمدا على قوته. الجولة الثالثة كانت كاسحة للبطل السابق، حيث بدأت بضغط أديسانيا عن طريق ركلة سفلية قوية ثم 1-2 ثم رد عليه بيريرا بركلة للجسد. وهنا نأتي لبيت القصيد، كما قلنا وزن بيريرا ثقيل كان مخطط له حسب رأيي لحمايته ضد الإسقاط إن حاول إيزي ذلك، لكن هنا بعد الاشتباك بيريرا حاول رفع إيزي بانيا ذلك على ثقته بفوزه بالإسقاط وأيضا على وزنه، لكن كلنا نعرف مصارعة إيزي جيدة دفاعيا، وهنا كما ترون غير من اتجاه قوة ثقة بيريرا مستغلا وزن الأخير، يعني إيزي تقريبا لم يقم بأي مجهود يلزم عليه استغلال قوته، ومن هنا نتج عنه إسقاطه الأول بالمنظمة. وهنا الحقيقة وضح لنا أمرين، أولا الوزن الثقيل قد يمنع إسقاطك، لكن إن سقط قد يكون ضدك ويمنعك من النهوض، خاصة لو كان خصمك متدربا على كيفية إبقائك أرضا وأنت عكس ذلك حيث تعتمد على القوة الجسدية. ونفس الأمر حدث مع فرانسيس إنغانو ضد ميوتشيتش في قتالهم الأول. ثانيا قدرة إيزي على وضع جسده وضغطه وإضافة وزنه لوزن بيريرا مما يتعبه أكثر، وأيضا الجان والباوند كان جيد والتحكم كان ممتاز، لكن هذا الأمر لم يعتد البطل السابق على فعله مما قد يكلفه، وسنأتي لذلك فيما بعد. كذلك الركلة على شكل فأس كانت قد أضرت ببيريرا لولا نهاية الجولة. أديسانيا فاز باكتساح وقد تكون في رأيي 10-8 له. الجولة الرابعة بالنسبة لي الأمر الوحيد المهم هو كون بيريرا ترك الجولة للبطل السابق وأبطأ النسق والريتم بغية الاسترجاع، مع ذلك حافظ على تقدمه المستمر وعلى قدرة تحمله وأيضا على خوف خصمه من قوته حتى وهو متعب، وذلك بسبب ما حدث بالجولة الثالثة التي أدت لإرهاقه. وهذه نقطة أخرى تعتبر ضعف لدخول الفايت بالوزن الثقيل من جهة، وعدم التراجع لكون ذلك سيجعل من نفسه فارسة سهلة لإيزي، وهو يعرف إيزي مسبقا إن حس بتعبك سيزيد من الريتم وتراكم ضرباته ستسقطه. استمر بذلك حتى الدقيقة الأخيرة، حيث استرجع ما يمكنه من رمي أحد الكومبوز المشهور بها بقوة ضربتها أسمعت الجمهور، فاعتمد إيزي على تجنبها كالعادة. نأتي للجولة الخامسة والأخيرة، هنالك نقطتين سنتحدث عنهم. أولا هنا القتال كان مبني على استرجاع بيريرا لبعض من لياقته وتعب أديسانيا بالنسبة لي، حيث أليكس بعد كلام حماسي لفريقه دخل الجولة بضغط كبير وتعجل لإنهاء القتال كونه سيخسر لو ذهب للحكام، بينما البطل السابق لم يستغل الجولة الرابعة للاسترجاع كما فعل خصمه، حيث كان بإمكانه إبطاء الريتم قليلا لما وجد خصمه قد أبطأ وتراجع وإخراج الضربات من الخارج ومنه سيبقى محمي. التشيك من طرف خصمه لركلته أدى به لفقدان التوازن والريتم، اعتماده على الكلينش وطلبه للإسقاط ووزن خصمه لم يسمح له بذلك وهو غير معتاد حتى على ذلك، أيضا الجان والباوند الذي قام به لأول مرة بالجولة الثالثة عاد ليلاحقه بالجولة الأخيرة، كل ذلك أمام خصم منتعش ذو لكمة قوية خرافية. نأتي للنقطة الثانية وهي اللقطة التي حدثت بالجولة الثانية وقلت لكم تذكروها، هنا سيأتي الكلام عنها. حيث
أثناء تجنبه للكمات يميل أديسانيا ليمينه وذلك ليسار بيريرا كرد فعل لوضعية الأرثوذكس، مع أن بيريرا معروف بخطافته اليسارية. وهذه المرة على غير ما حدث في الجولات السابقة تابع أليكس بلايفت هوك وأمسك بأديسانيا، والأمر مبني على قوة الهوك القادم من اليسار وتقدم أديسانيا نحوها عفوا من اليمين. ومن هنا تجد النهاية مع عدة ضربات متلاحقة حتى أنهي اللقاء. وبالنسبة لي إيقاف الحكم في محله، وإلا كنا سنرى البطل السابق بقناع أكسجين مثل ما حدث سابقا. أهلا بكم مرة أخرى، لندخل في صلب الموضوع مباشرة. لم يحدث الكثير في الجولة الأولى، كانت متقاربة جدا، ولكن الغلبة حسب رأيي في نقطة الكيكس كانت لبيريرا، بحيث أديسانيا كان يغير وضعيته كلما يأخذ له كيك، خلاصتها كانت جس نبض من الطرفين. الجولة الثانية بدأ الريتم يتصاعد وخاصة من طرف أديسانيا، وهنا راح نتكلم على بعض النقاطات التي كانت مهمة في اللقاء وكان لها تأثير كبير على مجرياته. لما نشوف هنا نجد بيريرا في الجولة الثانية بدأ يفتح دفاعه ويبين ثغراته الوحيدة، دائما كان أديسانيا يستغلها في جميع مواجهتهم السابقة، بحيث تحدثنا عن ذلك في فيديو قصير كان قبل القتال عن ماذا يجب على أديسانيا فعله وماذا يجب على بيريرا الحذر منه، ستجدونه على الفيديو إن لم تروه. فلما يخرج من رمي الكومبو الخاصة به يميل بيريرا بجانبه ويخلي جهته اليسرى مفتوحة تماما ليمينية أديسانيا المستقيمة، وهي اللي كانت تنهي في لقائهم الأول كما نرى هنا، بحيث حدثت في التحامهم الأول في الجولة الثانية كما ترون، وفتح نفسه بطريقة واضحة لمقاتل ذكي مثل أديسانيا وبالأخص كونه في كامل تركيزه. الجولة الثانية أمام الأعين كان بيريرا يبدو هو المسيطر والكفة لصالحه، لكن تكراره لنفس الخطأ كان كثير جدا لأنه أعاده هنا في المنتصف وخصمه أعطاه الأمان، وهنا أيضا أعاده مرة أخرى، وهذه كان تحذير جد واضح كونه تجنب يمينية أديسانيا بمليمترات. حتى جون روغن انتبه وقال أن إيزي يبحث عن نفس اليمينية التي كانت في القتال الأول، ومع ذلك نجد أن نفس الخطأ تم مرة أخرى، ويمينية أديسانيا هذه المرة قدرت تلمسه كما ترون. يعني أنا شخصيا كنت أشاهد الإنهاء من قبل دقيقتين، وكنت أرى أن الحل الوحيد هو انتهاء الجولة على خير ويتم تنبيهه بعدها لما يفعل من طرف فريقه أو يتم إسقاطه. وطبعا وقت نشرنا الفيديو أعتقد أنكم تعرفون ما حدث. نأتي الآن لهذه اللقطة هنا وهي التي غيرت مجريات اللقاء وأدت ببيريرا لفتح كل شيء. صحيح هي فخ، لكن هذا الفخ كان من أول الجولة، إلا أن هنا أديسانيا تم إيذاؤه حقا ورجله تم الإضرار بها. ولكن لما تكون بطل لازم تعطي الأمور حقها، خاصة كون القتال الماضي صبرت كل النزال وفي الأخير تحصلت على فرصتك لتخرج القاضية. عكس هذه المرة أطلق بيريرا كل أسلحته الهجومية في توقيت خصمه كان مازال حاضر في كامل تركيزه ومازال القتال في أوج عطائه. صحيح أديسانيا بين أنه أصيب، لكن في مستواك يهمك أنت ما تفعل الخصم. وهنا كانت بداية النهاية. فريق إيزي كان قد درسوه جيدا حتى أنهم كانوا يصرخون بأن بيريرا يبتلع الطعم وأي تمويه يسقط في فخه، ثم حتى أن أديسانيا أخذ الوضعية الدفاعية الكاملة وسند ظهره للسياج منتظرا كما توقعت. نعم تلك الثغرة التي حدثت في القتال السابق. وهنا نأتي لنهاء نتحدث عنه قليلا. كما قلنا وضعية دفاعية تامة من طرف أديسانيا، ظهره للسياج، بينت لخصمه أنه خارج من القتال، أدى به لإطلاق ترسانته الهجومية بشكل عشوائي، وهذا استخفاف من طرف بيريرا عكس القتال الأول حيث اعتمد على الدقة والتأني في إخراج ضرباته. وبالتالي كما نرى أديسانيا انتظر اللحظة المناسبة لإخراج واحد اثنين، حيث المستقيمة كانت دقيقة وفي نفس الوقت قوية مباشرة لرأس بيريرا في العظم الصدغي تمبرال بون، ونتيجة هذه الضربة اختلال توازن الجسم التام، والثانية مباشرة أدت إلى السقوط وفقدان الوعي. وهذه المرة عفوا كانت قبل أكثر من 30 ثانية قبل نهاية الجولة، يعني لن ينقذه الجرس كما حدث سابقا. وأيضا هذه اللقطة كانت نفسها تقريبا في قتالهم الذي كان بالكيك بوكسينج الذي كاد ينهيه إزراء أديسانيا في الجولة الثانية، إلا أنه انتهى بعد ذلك بخسارته بالضربة القاضية. بداية القتال المنتظر بين العملاقين على لقب الوزن الخفيف الثقيل، سنقسم التحليل على جولتين، بحيث الجولة الأولى يبدأ بيريرا كالعادة برمي اللو كيكس ثم يخادعك بها كيك حتى هذه اللقطة، بحيث لو كيك هي الأولى التي أسقطت بروهاشكا وهنا بدأ الضرر على رجله، ثم واحدة أخرى وهنا بدأ التراكم إلى أن أصيبت وظهر الأمر جليا، ورمي الكيكس هذه المرة متعمد. صحيح بيريرا معودنا على ذلك، لكن هذه المرة ليست لقراءة الرينج، لأن أسلوب بروهاشكا الغريب
القريب المعتمد على التحرك في المكان، وهذا يعتمد على تثبيت قدمه الأمامية ليفتح زوايا له ويمكنه من تغيير المستوى كما نرى وإخراج أسلحته. هنا يعتمد بشكل كبير على القدمين بأسلوب مشابه لأسلوب قتال دومينيك كروز، وإن تذكرنا أول شيء فعله هنا لسهوده في نزالهما هو بتر رجليه ليوقفه عن الحركة تماما. وهنا نفس الشيء، وبما أن قوة بيريرا معروفة بدأ مفعول الكيكس في أول دقيقة، وبالتالي سيفقد برهاشكا أهم وسيلة لإخراج أسلحته المتعددة. مع ذلك يحسب للأخير قوة تحمله، فحتى مع خروج قدمه عن الخدمة إلا أنه أكمل الضغط على بيريرا وثبت على نهجه لحد ما، وهذا الحد وصل له لما طلب الإسقاط ونجح فيه بحيث ينقذ الجولة ويضمن الفوز بها، وأيضا يعطي الوقت لإراحة رجله. وكل مرة أليكس يفاجئنا بأمر ما، وهنا لما طلب الجياتين وكانت عميقة ومحكمة حقا بشكل خطير على بروهاشكا، لكن الأخير بخبرته تجاوزها. كلنا نعرف فارق المستوى بين بروهاشكا وبيريرا على الأرض، فنجد أن بروهاشكا قام بجان باود رائع وخطير كما نرى، أما كان على بيريرا إلى الصبر وحماية نفسه وعدم التعرض لأي ضرر وانتظار اللحظة المناسبة للوقوف، وهذا ما حصل في آخر الجولة. وبالتالي مع الإسقاط كانت الجولة الأولى من نصيب البطل السابق لهذه الفئة. قبل إكمال التحليل، لا تنسوا أصدقائي الاشتراك بالقناة وضغط زر اللايك، فهذا يساعد القناة على الانتشار ووسيلة لإبداء شكركم على مجهوداتنا. بالجولة الثانية ظهر بروهاشكا بشكل جيد وقدمه كذلك، وعاد للتحرك وتغيير المستويات ليفتح زاوية يخرج بها لكماته. بالمقابل أصبح بواتين يوقت الهوك الخاص به ككونتر لدخول بروهاشكا للرينج، وأيضا هذا الأخير أصبح يركز على الجاب كسلاح لدخول للرينج وإرجاع بيريرا للخلف والضغط عليه وحشره بالسياج. ومع تغيير المستويات نجد أنه لا مهرب لبيريرا من التيك داون أو الأوفر رايت هاند التي استعملها بروهاشكا كثيرا في الجولة الثانية، وكان أول تهديد من بروهاشكا هنا، ودائما الأوفر رايت هذه كانت هي المدخل للدفاع بيريرا، ولكن كما نعرف أن الأخير مستعد يتلقى لكمة لإخراج لكمة، وهذه أول مرة في الجولة. مع ذلك الغلبة في هذا الالتحام كانت لبروهاشكا. هنا نرى كما قلنا محاولة بيريرا لتوقيت بروهاشكا أثناء دخوله للرينج باللافت هوك المعروفة، وهنا سنجد أن تلقي لكمة لإخراج لكمة زائد التوقيت المناسب سيعطينا نظرة على ما سيحدث مستقبلا. في هذه اللقطة هنا كانت أوفر رايت هاند بروهاشكا هي نقطة ضعف بيريرا، مكنته من تجاوز دفاعات الأخير وأصابته بشكل خطير، وكان الأمر متجه لصالح بروهاشكا، ولكن كما قلت لكم سلفا كان بيريرا قد ثبت خطته بتلقي لكمة وإخراج لكمة مع توقيت بروهاشكا، يعني إخراج اللكمة في الوقت الصحيح والمناسب كما نرى هنا. كومبو رايت هوك ثم تأكيد كل شيء باللافت هوك مستهلا النهاية المتوقعة، مثبتا بذلك نفسه على عرش اللايت هيفي ويت، داخلا بذلك التاريخ من أكبر أبوابه وأوسعها في سنتين فقط كبطل لفئتين مختلفتين في وقت قياسي. أما عن الإنهاء فأنا كنت أراه مبكرا من طرف الحكم كما كان ظاهرا، وهذا كان سيفسد فوز أليكس خاصة ما حدث أمام أديسانيا السنة الماضية من نفس الحكم مارك جودال، ولولا رجولة بروهاشكا وشهامته الذي اعترف أنه كان خارجا عن الوعي التي أنقذت فوزا رائعا من الانتقادات الكثيرة. مبروك بيريرا وهارد لاك المحارب بروهاشكا الذي كسب احتراما لا مثيل له. نأتي للقتال الأخير، الحدث الرئيسي في هذا الكارد التاريخي، جمال هيل البطل السابق لهذه الفئة ضد البطل الحالي والمتحكم بكل شيء بيريرا أو أليكس بيريرا بواتان كما يحب أن يقال له. الحقيقة بداية كالعادة بيريرا يبدأ بطريقته المعتادة برام كيك السفلية ليقرأ خصمه ويقرأ الرينج وما إلى ذلك، ثم يرمي جاب لصدر خصمه ليقرأ الرينج وما إلى ذلك. هذه دائما ما كانت تعتبر نقطة ضعف كان يستغلها أديسانيا لأنه يفتح رأسه مباشرة للكامة خصمه. هنا كان قادر جمال هيل يرمي هوك أيمن مضاد لكنه لم يفعل، وكعادة بيريرا كما قلنا وهذه المرة شارك خصمه تبادل لركلات سهلية عليا لدراسة الرينج كما قلنا ومعرفة ماذا يخطط له الخصم. ثم نأتي لهذه اللقطة هنا حيث أدرك جمال هيل أنه يمكنه استغلال الثغرة التي تحدثنا عنها وهي ثغرة الجاب، وهنا رمى هوك يمنى مضادة لكنها لم تصيب بيريرا. هنا بدأ هيل يفتح بركلات ثم أصبح يخرج دائما الهوك المضادة للجاب في كثير من اللحظات، يعني أدرك الأمر جيدا، ثم أصبح هو يخرج الكروس اليسرى الخاصة به وبدأ يفعل نفس الخطأ الذي يفعله بيريرا، وهو ترك لما يخرج الكروس اليسرى يفتح نفسه تماما وترك دفاته واضحة مفتوحة بشكل رهيب جدا. هنا كان يمكن لأديسانيا إخراج الهوك الخطيرة الخاصة به المعروفة الهوك اليسرى في كثير من اللحظات، لكنه كان يأخذ وقته لأن القتال ما زال في أول
تتوج عطائه، نحن فقط في منتصف الجولة الأولى وما إلى ذلك. هنا يأتي التوقيف الذي حدث برامي كيك وإصابة أسفل السرة لبيريرا. يقوم الحكم بالتوقيف ثم يقول له بيريرا لا أنا بخير وأصبح يكمل. هذا خطأ من الحكم حقيقة، هو لم يؤثر بشكل كبير على القتال لكنه خطأ واضح. أنت الذي تتحكم بالقتال، أوامرك التي تسمع وليس بيريرا هو الذي يتحكم. أنت أوقفت القتال، أوقفته خلاص أوقفته، قال لك أنا بخير، قم بتفريقهما على الأقل قليلا ثم أكمل. هنا في تلك اللحظة اللقطة التي كان يبحث عنها بيريرا هو كيفية الدخول لرينج دون إصابته، هو تخطي عفوا رينج الكيكس ودخوله لرينج الملاكمة دون إصابته من طرف خصمه، أعطيت له في أقل من ثانية بشكل رهيب جدا. أهلا وسهلا جمال هيل، هوك أيسر، باي باي. وجد نفسه جمال هيل في ظلم غاب عن الوعي تماما يعني. وكما نرى أيضا هيل تحدى بيريرا طوال الأسبوع، تكلم عليه كلام غير لائق أنه ليس بخطير، سأفعل كذا سأفعل كذا. حقيقة هيل لم يكن مستعد، الإصابة كانت خطيرة جدا. أيضا جمال هيل اهتم كثيرا بشينينيغانز والترهات والمزاح وما إلى ذلك أكثر من خطته، كان يجب أنه يقاتل كعادته بالضغط ما إلى ذلك. بيريرا يمكنك الضغط عليه لكنك اهتممت بأمور أخرى. الآن قد عرفت من هو أليكس، تذوقت اللكمة المشهورة الهوك الأيسر القادم من الجحيم التي يعرفها الجميع التي ذاقها الجميع. بيريرا يدخل التاريخ، الآن يريد القتال على الهيفي ويت. حاليا الضر الوحيد هو من محمد أنكلايف عفوا. أنكلايف حاليا لديه قوة اللكمة القاضية، أداؤه مبهر كالعادة.